معتنية بالطبيعة وتفاصيل مكوناتها، توجه رؤية عمان 2040 بوصلة محورها في صون الطبيعة وحماية البيئة لاستدامة مواردها. تأخذ أساسيات المواقع محتفظة بالأرض ومكوناتها الزراعية والحيوانية لتصعد بأهدافها في حماية البيئة. تحديد ملامح المحميات الطبيعية والاستثمار فيها توجه أولته سلطنة عمان أهمية بالغة، رعت فيه الاعتبارات الخاصة بحمايتها عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الإنمائية، حماية للموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي من الاستغلال الجائر أو حتى الانقراض نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية. لذا تأخذ المحميات ما يزيد عن 3% من مساحة السلطنة، بأكثر من 17 محمية متنوعة في طبيعتها ومكنوناتها. ودعماً للاقتصاد الوطني، تضع رؤية عمان 2040 خطها الاستراتيجي بما يكفل تحقيق قيمة عالية مضافة تصون البيئة وتضمن العوائد المالية عبر إتاحة المجال للاستثمار فيها بما يمكن من مشاريع صغيرة ومتوسطة تكمل احتياجات الزائر للمكان وتوفر فرص عمل للراغبين في الاستثمار. من برار جبل سمحان في محافظة ظفار، حيث تأوي النمور والضباع والذئاب والغزلان، إلى الحجر الغربي بمحافظة الداخلية الذي يحفظ مشهداً تضيء فيه النجوم صفحة السماء، امتداداً لمنحدرات وجروف جزر الديمانيات التي تتكشف فيها الشعاب والنباتات المائية من عمق البحر، تنوعاً إحيائي تتناغم فيه الجماليات لتعزف أنغام الطبيعة العمانية. مع عمق التنوع هذا يتوالى الاهتمام بالمحميات الطبيعية والتوقيع على الاتفاقيات الدولية لصون البيئة، ليتم مؤخراً إعلان المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم محمية محمية بموجب قانون المرسوم الصادر، ومن قبلها محمية خور خرفوت الأثري في محافظة ظفار، لتبقى هذه المواقع مميزة بسماتها الطبيعية تنعم فيها مكوناتها بالحماية والصون في أوساط بيئية مناسبة ويقصدها السياح ليمتعوا نوادرهم بما تكتنفه الطبيعة من نوادر.